أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا الأخ عمرو من مصر. خلونا نرحب فيه أول شيء. أهلا وسهلا فيك أخي عمرو. اهلا وسهلا بيك يا جان، ومتشكر جدا على الاستضافة الجميلة ديت، وبشكر الأصدقاء المتابعين للحلقة. يعني تسلم يا طيب، تسلم. أخ عمرو، طبعا نحن بنعرف اليوم موضوعنا الأسرة في الإسلام، بس بدي تشرح لي ليش اخترت هالموضوع هذا بالذات، يعني شو أسبابك الخاصة إنه اخترت هالموضوع هذا؟ انا بشوف ان يعني الاسره في الاسلام يعني هي تعتبر اول مصنع بيصنع فيه هذا الكائن المشوه الملقب بالمسلم. يعني هو ان كان المسلم ده طلع ارهابي، فهو بيكون استمد بعض التعليم من الاسره. ان كان طلع مثلا بيضرب زوجته مثلا، فده برضو استمد بعض التعليم، او شاف والده بيضرب مثلا والدته وهو صغير وهكذا. انا بشوف ان هي المنبع لكل شيء سيء الاسره في الاسلام. يعني هي اللي بتزرع التعاليم الاسلاميه، وبالتالي بياخدها الفرد يطبقها. يعني فهي يعني زي ما بعرفها كده، المعسكر او المصنع اللي بيصنع فيه المسلم. يعني بكل تأكيد، وطبعا هي الخلية الأولى في الاولى بالظبط المجتمع، يعني بالظبط 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 بالضبط. وهي المشكلة الكبرى، يعني الأسرة مفككة ويتفاخرون إنه نحن عنا تماسك أسري، وبالعكس يعني للأسف الشديد الأسرة هي في أدنى درجاتها يعني. طيب طبعا. خلينا نبدأ بالقصص اللي زرعوها بمخ الطفل أو بأمخاخنا نحن لما كنا أطفال، أو أي شخص مسلم. يعني القصص اللي تنزرع قصص كاذبة ووهمية وقصص خيالية وقصص يعني حتى بتكون حقيقية ولكن يجملوها. خلونا نبدأ بالقصص لو سمحت عمرو، تفضل. تمام. انا حاولت اجمع اهم يعني او اشهر قصص كانت بتتقال لنا واحنا صغيرين عن الاسلام، محاولة منهم يعني عن جهل بقى عن عمد انا مش عارف، لكن محاولة منهم لتجميل الصورة. نبتدي بقصة اليهودي. في قصة مشهورة جدا بتتقال لنا إن كان في يهودي يضع القمامة على بيت النبي كل يوم، فيخرج النبي ويزيح القمامة وينطلق، إلى أن جاء يوم لم يجد النبي القمامة، فسأل عن اليهودي فأخبره الناس بأنه مريض، فزاره النبي فتفاجأ اليهودي وأسلم. طبعا هي قصة سخيفة جدا، خليني أقول كده. يعني هو بيقول لك إيه، فتفاجأ اليهودي واسلم، كأن اليهود بقى بيتلككوا عشان يسلموا. هو كان تقريبا شركة الزبالة ما كانتش بتاخد الزبالة من عند اليهودي، فايه كان بيوديها ايه عند محمد يحطها قدام بيته، فيوم ما جاش راح محمد راح له، راح اليهودي اسلم. هو ايه بقى بيصدق يسلم يعني اليهودي. طبعا قصة طبعا يعني فعلا سخيفة جدا. لو بحثنا في مصدر القصة هنلاقي انه القصة لم تذكر في أي مصدر حديث ولا أي مصدر سيرة ولا أي مصدر إسلامي معتمد تماما تماما، ومن لديه المصدر فعليه إحضاره. يعني فهي قصة غير صحيحة تماما ولا تمت للواقع بالصلة. دي أول حاجة. تاني حاجة، النبي أو الرسول المزعوم هو لم يخالط اليهود في مكة تقريبا، يعني لم يخالط اليهود تماما. هو مخالطة اليهود مع النبي كانت في المدينة أثناء الغزوات والحروب والطرد والكلام ده. فدي برضو نقطة تانية، إن هو ما احتكش باليهود تماما في مكة. تالت نقطة، محمد لما نقرأ السيرة بتاعته هنلاقي إن هو كان بيكن عداوة رهيبة جدا لليهود، وشبههم بالقردة والخنازير، ويعني وعمل مذبحة مثلا جماعية في بني قريظة حتى صارت أنهار من الدماء، قتل فيها 900 يهودي، وحتى الأطفال ذبح الأطفال اللي بلغ منهم
اتذبحوا، واللي هو نما شعر العانه عندهم، الاطفال دي اتذبحت، والاطفال الصغيرين خدهم في الغنائم، او في غنائم الحرب يعني عنده. فاللي يعمل كده بهذه الكراهيه، بهذه الوحشيه، مش هيروح يعني يشوف اليهودي اللي رمى الكمامه ويروح يزوره يعني. فقصه مختلقه تماما يعني. دي قصه اولانيه. قصه تانيه، قصه فتح مكه، من ضمن برضو القصص اللي كانت بيروج ليها بشكل كبير جدا عندنا في الاسر الاسلاميه او الاسر المسلمه وفي المدرسه، وطبعا في كل، لكن في الاسره المسلمه كان بيروج ليها بشكل كبير جدا، ان الرسول بقى كان رحيم وكان عادل وعفى على الناس. طيب، الحديث اللي دايما بيستشهدوا بيه في هذه النقطه، حديث بيقول: يا معشر قريش، ما ترون اني فاعل بكم؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. في الاخر يعني دخل مكه وعفى عن الناس كلها، ووزع عليهم ورد وبونبوني، وقال لهم: يا جماعه انا مش هعمل لكم حاجه النهارده، وخلاص كده الموضوع انتهى. طيب، ده اللي اتقال يعني، او ده اللي هم كانوا بيقولوه. الحقيقه ايه بقى؟ طبعا الحقيقه حاجه تانية خالص. اولا، محمد في يوم من الايام قال: يا معشر قريش، والله الذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فاللي هيقول لقد جئت، وده حديث صحيح موجود في البخاري، طيب اللي هيقول لقد جئتكم بالذبح مش هيقول اذهبوا فانتم مطلقات. دي اول حاجه. تاني حاجه، الحديث ده ضعفه الشيخ الالباني. الحديث ضعفه الشيخ الالباني، اللي هو: يا معشر قريش، اذهبوا فانتم مطلقات. ضعفه الشيخ الالباني وقال: هذا سند ضعيف مرسل، لان الشيخ ابن اسحاق اللي هو راوي الحديث لم يدرك احدا من الصحابه، فهو مرسل او معضل، وكذلك ضعفه في تخريجه لاحاديث فقه السيره. اذا الحديث ده ضعيف ولم يورد ايضا في اي مصدر حديث، وبالتالي يعني قصه ثانيه مختلقه. طيب، اللي حصل بالظبط في فتح مكه، او مش بالظبط يعني، خلينا نختصر الموضوع، لان فتح مكه يعني موضوع ضخم. هو محمد دخل بجيش قوامه 10,000 مقاتل. طيب، هو دخل بجيش 10,000 مقاتل عشان يعفو عن الناس؟ ده منطقي يعني؟ يعني كان الجيش مثلا بقى بدل السيف حاطط ورد مثلا، يطلع الورد يديه للناس، ولا ايه؟ مش عارف. دخل بجيش 10,000 مقاتل، والسؤال هنا اللي بيطرح نفسه: لو انا املك فكره قويه، هل هتحتاج لجيش عشان ننشرها؟ يعني انا بعمل بوست، بعمل فيديو، مش بمسك سيف اجبر الناس ان انت لازم تقتنع باللي انا كده. لكن هو داخل بجيش 10,000 مقاتل، مقاوم 10,000 مقاتل، عشان ينشر الفكره بتاعته اللي هي الاسلام. فنقدر نستنتج من الموضوع ده ان محمد كان اول من بدا الارهاب. يعني اول من بدا الارهاب هو داخل على مدينه اللي هي قريش، ناس مدنيين بجيش تقاوم 10,000 مقاتل. طيب، اول ما دخل قال ايه بقى؟ ده الكلام ده في صحيح مسلم، قال: من لزم بيته فهو امن. يعني داخل بالجيش، اللي جوه بيته امن، معناه ان هو داخل بدعوه حرب، مش بدعوه زي ما هما بيقولوا زي ما فهمتم الطلقات. صحيح مسلم بيحكي لنا ايه؟ بيقول لنا ايه بقى؟ ايه؟ عن ابي هريره قال: كنا مع رسول الله، الكلام ده مهم جدا، كنا مع رسول الله صلى يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبه اليمنى، وجعل الزبير على المجنبه اليسرى، بيقسم الجيش بتاعه، تحط ده فين وده فين، وجعل ابي عبيده على البيازقه وبطن الوادي، فقال: يا ابا هريره، ادعي لي الانصار. فدعوتهم فجاءوا يهرولون، فقال الرسول بيتكلم: يا معشر الانصار، هل ترون اوباش قريش؟ يعني تخيل واحد داخل على اهله، قريش دول كانوا اهله في الاخر يعني، فهو بيوصف اهله دلوقتي بالاوباش: هل ترون اوباش قريش؟ قالوا: نعم. قال: انظروا اذا لقيتموهم غدا ان تحصدوهم حصدا. يعني بيقول لهم ايه؟ لما تلاقوا اي حد من قريش اقتلوهم، ان تحصدوهم حصدا. ده اللي قال: اذهبوا فانتم مطلقات. وقال: موعدكم الصفا، يعني موعدكم غدا. قال: فما اشرف يومئذ لهم احد الا انموه، اي قتلوه وطير عنقه. ده اللي هي البدايه في فتح مكه
كان بيقتل اي حد من قريش ووصف اهله بالاوباش، و لما ابتدوا الحرب بتاعتهم اي حد كانوا بيلاقوه كانوا بيقتلوه ويطيروا عنقه. ده محمد رسول الرحمه اللي كان بيوزع على الناس بونبون. طيب كان في ناس بقى ايه هو محددهم في دماغه عايز يقتلهم، ناس معينه سبيسيفيك كده، اغلبهم شعراء واغلبهم ناس مثقفين هاجوه، فقط هم هاجوه، فيعني ايه هاجموه بالشعر. تمام، هم 12 اسم الناس المشهورين منهم. يعني هو دخل الاول قال يعني حدد الاسامي وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبه، وفعلا منهم بعض الناس اتقتلوا وهم متعلقين باستار الكعبه زي الشاعر اللي اسمه الاخطل. يعني منهم هم عكرمه بن ابي جهل، عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابه، عبد الله بن ابي سعد بن ابي السرح، هبار بن الاسود، هند بنت عتبه. ده منهم، دول مش كلهم، لكن دول ناس سبيسيفيك كده كان داخل يقول انا عايز اقتل الناس دي، يعني اقتلوا، انتوا داخلين تقتلوا قريش كلهم، بس الناس دي بقى عايزين نتوصى بيهم زي الناس اللي انا ذكرتها. اغلبهم يعني ان كان في اذيه حصلت فكانت اذيه مجرد شعر، فيعني ايه مش عايزين نستغرب مثلا حادثه زي شارل ابدو ولا واحد رسم رسمه ناس طلعت قتلته في فرنسا وبعدين يطلع يقولوا ده لا يمثل الاسلام، لا ده الناس دي فاهمه الاسلام بالشكل الصحيح يعني. فده بالنسبه لفتح مكه. طيب عمرو، يعني برايك، هو بصراحه انا بدي اضيف كم قصه من هالقصص هي اللي ورتونا اياها اهالينا ان كان بالمدرسه ولا باحاديثهم، يعني مثل قصه الغار، هو ابو بكر لما تخبوا بالغار ووجدت العنكبوت بنت عشة والحمامة كانت موجودة. هذا كله طبعا كله حديث كاذبة، بالضبط. والتلميذ الألباني الحيواني الحويني هذا كمان نفوا هالقصة هاي. مثلا في قصة اطلبوا العلم من الصيني إلى ما بعرف وين، لو في الصين. أيوة تمام، وفي احاديث كلها مختلقه. بالظبط، احاديث كلها مختلقه فقط لتجميل القبيح يعني. بالضبط، لتجميل وجه الغول القبيح، الغول الاسلامي القبيح هذا، وطبعا اضافوه بعدين يعني، وكلها احاديث كاذبه. احنا اتفضل. برايك عم، يعني شو تاثير هالقصص هي اللي سمعونا اياها على الشخص المسلم، على يتربى يصير انسان كامل ويصير انسان ادلت مثل ما بقولوا، انسان كبير واعي، شو تأثير هالقصص هاي ليأخذها من الطفولة ويعتبرها مسلمات صحيحة يعني؟ تفضل. هو طبعا لا شك ان احنا كنا واعين تحت عملية غسيل مخ ممنهجة، يعني ممنهجة من الأسرة ومن الدولة ومن المجتمع بالكامل. يعني تأثيرها طبعا ان الطفل بيتولد مش عارف الحقيقة فين، يعني هو بيعيش حياته متخيل ان هو اللي استقى وهو صغير ده هو ده الحقيقة، لكن للأسف بيبقى أغلبه كلام مغاير للواقع، عن عمد عن جهل، لكن الحقيقه ان هو بيتولد مشوه نفسيا اساسا، يعني هو محشوره جواه قصص يعني تخليه ما يدورش على الحقيقه. يعني هو شايف ان النبي كان رحيم مثلا في فتح مكه، ده قال اطلبوا العلم، فهو يعني هم زي ما تقول اخترعوا دين جديد عشان الناس ما تعرفش حقيقه الاسلام يعني. فطبعا عمليه غسيل المخ ممنهجه يعني. وبرايك يعني هالقصص هي الوهميه اللي غسلوا دماغنا كلياتنا فيها بصراحه، ويعني لما بتشوف اليوم المسلم خصوصا اللي ما بيعرف دينه ويدافع عن الاسلام بشراسه، هالقصص هي لها تاثير على 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 تكوين هالشخص المدافع الشرس عن الاسلام؟ طبعا ليها تاثير يعني. هو صعب على مش كل حد يقدر يعني يقول لاهله انتوا كنتوا كدابين مثلا، او يعني يكتشف فجاه ان هو كان كل اللي اتعلمه في حياته كان كذب. مش اي يعني، هو الموضوع ده مش سهل على اي حد يعمله يعني. فهو طبعا في ناس اغلبهم اللي هم بيهاجموا بشراسه
هو بيبقى خايف يعرف الحقيقه وما عندوش استعداد ان هو يعرف الحقيقه. يعني حتى انت لو حاولت تفهمه الحقيقه، لا هو اللي في دماغه يعني مش يعني عندوش استعداد ان هو يضيف عليه او يعني يغير فيه، لا. فهو طبعا القصص دي اللي شكلت المسلم، يعني اللي شكلت هذا المسلم اللي احنا بنلاقيه بيشتم وهقتلك ولو شفتك هعمل ايه كلام من القصص دي، لان هو متخيل ان احنا بنقول حاجه يعني غلط لانها ضد اللي هو اتعلمه، لكن حقيقه الامر اللي اتعلمه هو اللي كان غلط. يعني احنا بنقول لك الحقيقه ومش بنفرض عليك يعني. بس بالضبط بالضبط. طيب شو قصة الأناجيل أو الإنجيل المحرف اللي صرعونا فيه ورضعناه من مع حليب أمهاتنا إنه الإنجيل محرف، وهل هل حكي حوالي الإنجيل يعني أوكي هذا كلام من عند الله ولكن محرف، يعني هم يعني يقولون ونزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني إيش معنى مثل ما بقول لإخواننا المصريين إيش معنى يعني كمان الانجيل كلام الله باعترافكم، يعني ليش ما يحافظ على كلامه هون ويحافظ على كلامه هون بالقران يعني. تمام، خلينا نتكلم. بس انا كان في حاجه هكملها بعد يعني خلينا اوكي نبدا تفضل نكمل ونرجع بنرجع على النقطه هاي تفضل. يعني هي في طريقي، يعني مش دي ما هذكرها، يعني موضوع طبعا تحريف الانجيل ده دايما مذكور في وسط المسلمين فهذكرها. طيب، من ضمن الحاجات الاخرى اللي كانت بتستغل بشكل واسع جدا في شحن الشباب المسلم ضد اليهود هي القضيه الفلسطينيه او الصراع العربي الاسرائيلي زي ما بيسموه. دايما بيستغلوا هذه القضية لشحن الشباب. خلينا نفند القضية دي بعيدا عن أي منحى سياسي، أنا مش بتكلم سياسة أنا بتكلم دين، ولا يعنيني يعني إن كان في أخطاء سياسية من جانب إسرائيل من جانب فلسطين فأنا مش بتكلم سياسة تماما يعني. وأنا بحترم جميع الفلسطينيين وبحترم جميع الإسرائيليين عشان يعني انا اي انسان هحترمه. طيب، القصه زي ما احنا عارفين المسيح اتولد في بيت لحم. طيب، اتولد في بيت لحم كان يعني اتولد وسط اليهود. بيت لحم في فلسطين هو اتولد وسط اليهود، يعني طبعا الكلام ده قبل اعلان الدوله الاسرائيليه، فنقدر نستنتج ان اليهود سبقوا اليهود الفلسطينيين، سبقوا المسلمين الفلسطينيين في وجودهم في فلسطين. تمام. بعض القبائل اليهودية، طبعا هم كتير، هم أكتر من 60 قبيلة يهودية كانوا متوزعين على الجزيرة العربية وعلى فلسطين. المشهورين منهم على سبيل المثال خيبر وبنو النضير، بنو كريزة، بنو قينقاع. طيب، ايه اللي حصل بعد كده من الناس القبائل الكتيره دي راحت فين؟ قام محمد بطرد جميع القبائل اليهوديه من فلسطين والجزيره العربيه. الكلام ده هل في دليل عليه؟ في طبعا مئات الادله تاريخيه ودينيه، لكن خلينا نركز في الدينيه. انا جايب بعض الادله عشان نختصر. في حديث في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. تاني، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. إذن كان في وقت اليهود موجودين في الجزيرة العربية وفلسطين واتطردوا. طيب، حديث تاني عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ده الموطأ للإمام مالك، إذا معناها أن كان في يهود أيضا موجودين في هذه المنطقة. طيب، عندنا في القرآن سورة الحشر من الآية 2 للآية 4 بيقول إيه؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا أولي الأبصار إلى آخره. ده هنا بيحكي عن غزوة بني النضير. محمد راح طرد دي، يعني أنا جايب مثال على قبيلة من القبائل اللي طردوا، هم كلهم اتطردوا وكل يعني قبيلة ليها قصة خاصة يعني. طيب محمد راح طرد اليهود بني النضير وحرق البيوت اللي هم فيها وهم جواها عشان يخرجوا منها. وهنا في الآية اللي بيكتب القرآن ما كانش فاهم هم بيعملوا ايه، يعني هو كاتب هنا ايه، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لو قرينا التاريخ من كتب اليهود نفسها هنلاقي هم بيحكوا حصل لهم ايه، يخربون بيوتهم ديت. اليهود زمان كانوا بيكتبوا آيات التوراة على أبواب البيوت، فلما محمد حرق البيوت اللي هم فيها كانوا بيحاولوا يخلعوا الأبواب ديت عشان ياخدوها هم بيهربوا. لك أن تتخيل المشهد يعني بتاع رسول الرحمة، كان من رحمته يعني وسعت كل شيء زي ما احنا شايفين، فكان بيحاولوا يخلعوا البيوت عشان الآيات بتاعتهم يعني القدسية فيها وكده. شافهم اللي بيكتب القرآن فقال لك ايه ده، بيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين اعتبروا يا أولي الأبصار. التفسير من الطبري: الله الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير من ديارهم، وذلك خروجهم من عن منازلهم ودورهم حين صلاح رسول الله على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وزراريهم. يعني هم خارجين بعد ما اتحرقت البيوت والكلام ده، كان طالبين من الرسول بس يؤمنهم على دمائهم، يعني ايه ما تقتلناش وما تاخدش نسائنا سبايا ولا أطفالنا سبايا. وخرجوا بعد كده، هربوا لقبيلة خيبر، احد برضو القبائل اليهودية. بعد كده راح محمد برضو وهاجم على خيبر وبرضو طردهم وقتلهم ونفس الكلام ده. نقدر نستنتج احنا من الكلام ده ان من الايات والاحاديث اللي هي المذكورة ديت ان عداوة محمد مع اليهود كانت موجودة قبل اعلان دولة اسرائيل من الاساس يعني. فهو موضوع اسرائيل ده ما هو الا غطاء وهمي يستغله المسلمين لشحن الشباب فقط ضد اليهود. لكن احنا لو تمعنا في القضيه الفلسطينيه احنا مش هنلاقي قضيه اساسا يعني. هنلاقي انه ناس اتطردوا من ارضهم ورجعوا، فين اين الاحتلال يعني. عندما عاد اليهود لموطنهم سميناهم احتلال، وعندما احتل المسلمين اراضي الغير سميناه فتح وباركناه وقدسناه ودرسناه للاطفال كمان. طيب خليني اعمل كومباريزن بسيطه، مقارنه بسيطه بين اللي عمله عمرو بن العاص في مصر واللي عملوه اليهود في فلسطين. عمرو بن العاص فتح او غزا مصر بجيش قوامه 6000 مقاتل، وللاسف الاقباط قاموا بعمل يعني شبه معاهده معاه، فرض عليهم الجزيه لحد ما وصل بعض الـ يعني وصل سوء الاحوال من لبعض الاقباط المصريين ان هم ما كانوش عارفين يدفعوا هذه الجزيه. فعمرو بن العاص كتب منشور قعد يلف بيه في المدن المصريه، الكلام ده في كتاب فتوح البلدان، باب فتح مصر فتوح البلدان. كتب عمرو بن العاص إلى الأقباط: عليكم أن تبيعوا أبناءكم ونساءكم فيما عليكم من الجزية. أجبرهم أن هم يبيعوا ولادهم ونساءهم، وخلي بالك إيه، ولادهم ونساءهم، الولاد هيستخدموهم كشغل كعبيد كحاجة، والنساء طبعا زي ما احنا عارفين زي ملكات اليمين زي أي حاجة يستغلوهم جنسيا فيما بعد. وبالفعل بعض الأقباط ما كانش عندهم حل تاني لأنهم كانوا يا الجزية يا القتل يا الإسلام يعني. ففعلا بعض الأقباط فعلا تنازلوا عن أبنائهم ونسائهم لهذا الخليفة أو لهذا الغازي اللي اسمه عمرو بن العاص. السؤال هنا: من هو المحتل الحقيقي؟ المسلمين اللي فرضوا الجزية على الأقباط في موطن ليس بموطنهم من الأساس، ولا اليهود اللي عادوا أرضهم بعد ما محمد طردهم ولم يفرضوا أي جزية على الأقلية الموجودة؟ من هو المحتل؟ بشكل حيادي كده انا عايز اجابه على السؤال ده، من هو المحتل يا جماعه؟ سنجد طبعا ان المحتل الحقيقي هو الـ 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 الامثال عمرو بن العاص واللي دخلوا
بس توضيح اخي عمرو، يعني هي مساله اليهود بصراحه، مو بس انه المسلمين هم طردوهم، كان ضحيه كمان حتى للدوله الرومانيه. يعني الدوله الرومانيه بالظبط انا فاهم. يعني خليط، ما هو انه بس المسلمين هم اللي اثروا على اليهود. يعني اليهود عبر التاريخ انظلموا بكل معنى الكلمه، دي انظلموا. حقيقة، دي حقيقة. بس أنا بحاول يعني إيه أرصد الموضوع من جهة إسلامية، يعني أنا بوري للمسلم الموضوع. آسف للمقاطعة. لا لا ما فيش طبعا أي حاجة. فطبعا زي ما قلت لك، لو تمعنا شوية في القضية الفلسطينية إحنا مش هنلاقي قضية أساسا، لا مجرد يعني غطاء وهمي زي ما قلنا. إسرائيل دولة في أقل من 70 سنة أقامت حضارة، يعني هي تقريبا 63 سنة أقامت حضارة، دولة متفوقة عسكريا، علميا، ثقافيا، زراعيا. ده حقيقة، ده بالاستاتستكس. يعني هي دولة، يعني لو في دولة متقدمة في الشرق الأوسط فهي إسرائيل، يعني بدون أي بحيادية كاملة هي إسرائيل. طبعا أنا عارف إن أنا هلاقي بقى إيه بعض التعليقات، هذا هو عميل الصهيونية الليبرالية الماسونية الملوخية بالمهلبية بالتقلية، أي كلام. هو بيكونوا كاتبين يعني الحاجات قبل ما يقروها اساسا، يعني هو ستاندرد سنتنس كده بيحطها وخلاص. انت نسيت الموساد. طبعا، ما هو الماسونيه الصهيونيه الموساد اي حاجه اي حاجه، هو لازم انا ابقى عميل في الاخر وشمعون والكلام ده. باختصار يعني نحن شعوب تم احتلال عقولنا قبل ارضنا. يعني ده بالنسبه لقضيه فلسطين. ويا ريت يعني ننتهي من الموضوع ده، مفيش حاجة اسمها القضية الفلسطينية من الأساس، زي ما المسلمين الفلسطينيين لهم حق، اليهود الفلسطينيين لهم حق في الأرض. يعني تحريف الإنجيل حضرتك كنت سألتني عليها، تحريف الإنجيل بقى ده من القضايا العظمى الحقيقة. يعني كل الأسر المسلمة دايما بتزرع في أولادهم، يعني المسيحيين وحشين، ده حتى هم حرفوا الإنجيل بنفسهم المسيحيين، ده ايه ده الانجيل بتاعهم محرف. يعني كلمه الانجيل محرف وتحريف الانجيل ديت يعني من يمكن من اسس التربيه في الاسره المسلمه. يعني انا كنت بسمعها ممكن وانا عندي 5 سنين، وطبعا الاف الناس يعني بين وانت في ابتدائي حضانه بتسمع موضوع تحريف الانجيل ده. خلينا نفوكس على الموضوع ده. طبعا بتيجي تسال، طب انت يعني، انا حتى قبل ما اقرا زمان وانا صغير كده يعني اسالهم، طب لو الانجيل محرف القران ليه غير محرف؟ يقول لك ايه، لانه في اللوح المحفوظ. بيجاوب من نفس الكتاب. يعني مثلا ليه الكتاب ده مش منطقي؟ لان هو قايل في الكتاب ان هو مش منطقي، ان هو منطقي. ليه الكتاب ده مثلا فيه مشكله؟ لان هو قايل جوه كده حاجه كده. يعني هو بيجيب لك الاجابه من داخل الكتاب اللي هو عليه المشكله نفسها. ليه القران ما اتحرفش؟ لان هو مذكور جواه اللوح المحفوظ. طيب عشان نعرف موضوع تحريف الإنجيل صحيح ولا لا، او تحريف القرآن صحيح ولا لا، خلينا نركز على مثلا تجميع القرآن، ازاي يتجمع القرآن. طبعا انا مش بدافع عن الإنجيل عشان الناس تكون فاهمة، مفيش كتاب هيبقى عمره 2000 سنة وهيوصل لنا دلوقتي صحيح يعني، تمام. لكن انا مش بشوف اي مسيحي او اي قبطي يعني بيزرع في اولاده ان القران محرف، ما شفتهاش يعني. لكن دايما بنشوف ان المسلمين بيزرعوا في اولادهم ان الانجيل محرف، وبالتالي احنا هنا عشان نرد على الكلام ده. محمد الرسول المزعوم مات ويعني ولم يجمع المصحف، لم يجمع ايات المصحف، وده لو دل على شيء يدل ان هو ما كانش في دماغه ان الفيلم يكمل. يعني هو كان عامله على قد الحقبه اللي هو فيها، اللي كان لسه بيأسس عصابه وحاطط لها قوانين، ويعني الموضوع ما كانش، لو هو كان في دماغه فعلا ان دي عقيده وهتستمر كان جمعها، لكن هو مات قبل ما يجمعه، ودي علامه استفهام. وجم طبعا المسلمين حبايبنا عملوه دين وعملوه. طيب ايه اللي حصل بالظبط في تجميع القرآن؟ طبعا تجميع القرآن برضو الموضوع ضخم جدا، انا مختصر الموضوع على قد ما اقدر. في كتاب التمهيد في علوم القرآن الجزء الاول صفحه 308 بنحكي على المصحف العثماني.
عندما تولى عثمان بن عفان الخلافة أراد أن يحل مشكلة الاختلافات بين المصاحف. هل كان في اختلافات بين المصاحف؟ كان في تقريبا 46 مصحف مختلف، كل مصحف زايد عليه شوية آيات، زايد عليه مناقص منه شوية آيات. فقرر عثمان إنشاء لجنة لكتابة المصحف الجديد، إنشاء لجنة برضو دي خلينا نركز في إنشاء لجنة لكتابة المصحف الجديد، ده معناها إن هم يعني إيه هيشتغلوا كده زي الترزي كده، هياخد شوية من هنا يعمل مصحف في الآخر تمام، الذي سمي بالمصحف الإمام أو المصحف العثماني، وأمر الصحابة بتسليم المصاحف التي بحوزتهم فقام بحرقها. طيب هو ليه قام بحرقها بقى؟ لأن هي طبعا مختلفة عن النسخة اللي هو كان عاملها، بالرغم من معارضة الصحابي عبد الله بن مسعود. وهنيجي ليه الصحابي عبد الله بن مسعود كان معارض لعملية الحرق. الآن المصحف المصحف العثماني هو المستخدم والمعمول به عند المسلمين، يقرأ بعشرات بعشر قراءات معترف بها عند العلماء، كونها نقلت تواترا وقراءة حفص بن عاصم و... يعني ده للآخر مش طيب. ليه عبد الله بن مسعود كان معترض على حرق المصاحف الأخرى والبقاء على المصحف العثماني؟ ليه؟ لأن المصحف عبد الله بن مسعود كان يحتوي على 111 سورة. من أهم مميزات ده برضو في كتاب التمهيد في علوم القرآن، ومن أهم مميزات المصحف عدم كتابة سورة الفاتحة بسبب عدم الحاجة لتدوينها. إذن عندنا مصحف ما كانش فيه فاتحة، إذن يعني تقريبا كل الصلوات فيها مشكلة للمسلمين بيصلوا. وعدم كتابة سورتي الفلق والناس باعتبارهن معوذتان وليست من القرآن، ونسب لابن مسعود قال لا تخلط القرآن بما ليس فيه فإنما هما معوذتان تعوذ بهم النبي، يعني كان زي حاجة بيستعيذ بهم النبي ما لهمش علاقة بالقرآن. ده كلام مين؟ ابن مسعود. وضيفوا بعد ذلك على يد عثمان ابن عفان للقرآن حاجة تانية برضو على عكس المصحف العثماني، ده تكملة في مصحف عبد الله بن مسعود. على عكس المصحف العثماني، مصحف ابن مسعود يبتدئ سورة التوبة بالبسملة. حاجة تالتة، كانت لابن مسعود مكانة عالية عند محمد، ونسب لمحمد أنه قال من سره أن يقرأ القرآن راتبا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. يعني هو كان النبي بيقول لو عايزين تقروا القرآن اقروا من عبد الله بن مسعود اللي هو كان معترض على عملية الحرق، وكان بيقول ان القرآن ده غير صحيح اللي هو المصحف العثماني. الموضوع طبعا فيه تفاصيل لكن ده الملخص. يعني حاجة تانية بتدل على تحريف القرآن برضو، كان في يوم محمد بيصلي بالناس في قريش، عندنا في سورة النجم الآية بتقول أفرأيتم اللات العزة ومناة الثالثة الأخرى. فهو محمد كان بيقرأ الكلام ده في صلاة من صلوات قريش، وبعدين اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى دي آلهة قريش، كانوا ثلاث آلهة عند قريش. محمد في وسط الصلاة قال لهم أفرأيتم اللات العزة ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يعني هم دول الآلهة العليا وإن شفاعتهم إحنا المفروض نترجاهم عشان يشفعوا عندنا. فالناس استغربت قالوا له إيه؟ أنت تدعو للإله الواحد فكيف ذكرت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ يعني الناس استغربت أنت إزاي بتدعو للإله الواحد وبعدين بتقول إيه إن أفرأيتم اللات العزة وبتقسم أو بتحلف بآلهة قريش. فمحمد قال ايه؟ رد عليهم قال ألقى الشيطان على لساني بما يحدث به نفسه. يعني الشيطان قال على لساني اللي هو الشيطان كان عايزه. طب انا مش ضمني بقى ان بيت القرآن انت الشيطان مالوش على لسانك، ده سؤال يعني. يعني انت كنت بتصلي انت رسول كمان يعني، والشيطان خلاك تقول كلام الشيطان هو؟ طب انا مش ضمني ان بيت المصحف من عند الشيطان، هل في دليل؟ يعني في ايات كتيرة وقالت الجن. طيب خلينا ننتقل من هالجزئية هاي أخي عمرو لأنه الوقت مشان ما يتداركنا ونكفي الموضوع كاملا. بموضوع
هالقصص اللي بيعبوها برأس الطفل المسلم في قصة من ناحية المسيحيين، هي انه المسيحيين نجس، و يعني بصراحة ما أظن في بيت مسلم ما علم أطفاله أنه المسيحيين هم نجس يعني. تمام. برأيك هذا بيأسأب يعني، ما أثر على هالحقد، الاحتقار للآخر، لكل شيء للآخر يعني، المسيحي هو نجس، الكافر هو نجس. هو طبعا انا لو استسمحك بس اكمل حاجه سريعه في الموضوع تحريف القران ده عشان ننهيها، اقدر ولا صعب؟ تفضل. بس الوقت شوي يعني، عشان ما يكون وقتنا كامل يعني، فضل. ما نقدرش نكمل كتير، بدنا نكملها بصراحه. تمام. يعني حاجه بسيطه كده على اللي انا كنت بقوله. حديث اخر وده هختم بيه الموضوع. حدثنا، ده الحديث ده في البخاري، بيقول حدثنا ابو سلمى يحيى بن خلف حدثنا عن عائشة قالت لقد انزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشغلنا بموته فدخل داجن واكله. يعني ربنا كان منزل كلام، هو تقريبا ربنا اخرس ما بيعرفش يتكلم غير بوسيط، فهو كان بعت كلام لهذا الرسول، والرسول كان عبقري، راح حاطط الصحيفه اللي هو كان تحت السرير، عبقري يعني. طبعا هو يعني بالنسبه لواحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، امي ما يعني ايه، نلتمس له العذر يعني، مش مشكله. ده بالنسبة يعني، هو بيقول ان كان في، عائشة بتقول كان في آية للرجم والرضاعة اتكتبت، كان الرسول كتبها وحط الورقة تحت السرير. الفكرة هنا بقى ايه؟ لوح محفوظ ايه بقى يعني؟ انا عايز افهم يعني، لما هو كلام ربنا بيتحط تحت السرير يعني الرسول، يعني انا لو الرسول دلوقتي وربنا مديني الكلام احطه تحت السرير، ده ايه الكلام وبعدين ايه؟ طب يا سيدي، الراجل متخلف وحطه تحت السرير، الراجل اللي قاعد فوق اللي خلق المجرات والكلام ده مش عارف يحمي الكلام بتاعه، يروح داخل فار واكله. يا جماعه احنا في ده توم اند جيري، احنا ده مش، ويرجع يقول لك القران غير محرف. ده لو في كتاب يعني محرف هو القران، يعني لو فعلا في كتاب محرف هو القران بالفعل. ده بالنسبه ل عمرو يعني شيء مضحك لما يقولوا وإنا نزلنا له الذكر، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبالأخير يجوا يكتبوا بكتبهم وباعترافاتهم إنه نعجة تجي تأكل كلام الله وينتهي يعني، ولا نسمع نهائيا. يعني بأي منطق تقولون إنه نزلنا الذكر وله حافظون؟ كيف حافظون ونعجة أكلت هالذكر هذا للأسف الشديد؟ حاجة سخيفة جدا. هو يعني الإله الإسلامي ده لو كان ذكي شوية كان يستغل العصر اللي احنا فيه ده وينزل الوحي بتاعه، كان محمد ساعتها ياخد الصحيفة دي يحطها على الكلاود ولا حاجة، ولا على السمارت فون ولا ده، وكان لا كان فيها فار ولا حاجة، لكن واضح ان البشر يعني أذكى من هذا الإله يعني، وكنا نشوف المعجزات على اليوتيوب بقى، ونعمل لايك لمحمد ويقول لنا شفتوني وانا طاير والكلام، يعني كان الموضوع هيبقى سهل يعني، لكن واضح ان الموضوع يعني كلام فاضي. فيعني يا ريت بقى ايه اللي بيقول لك الانجيل محرف يعني يتفرج على الحلقه دي عشان يقعد في بيته. كنت سالتني عن المسيحيين والمشكله اللي مع الشغله اللي بيقولوا نجس يعني، المسيحيين نجس، الكفار نجس يعني، مذكور بالقران طبعا، انما المشركين نجس يعني. انما المشركين نجس بالظبط. هو طبعا انا كنت عملت بوست الاله الذي يسب عبيدي، مش عارف حضرتك شفت ولا لا، كنت مجمع فيه كل السباب اللي في القران لليهود وللمسيحيين يعني. طبعا يعني انا ما بستغرب، هل الاله بعد ما هيسب الناس هيستنى الناس تؤمن بيه في هذا الكتاب؟ طبعا زرع الكره للمسيحيين والكفار ده متاصل في الاسره المسلمه. خلينا نستعرض بعض الحاجات سريعا، بس انا اتمنى ان اكستند الوقت شويه عشان يعني انا عايز اتكلم في حاجات كتير يعني. لا تفضل، الوقت معك، وخلينا ندخل زرع الكره للمسلمين طبعا بالقران للمسيحيين والكفار. تمام. زرع الكره للمسيحيين والكفار عندنا ايه في سوره المائده 51،
بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن يتوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم كأنهم بقى مثلا إيه زومبيز مثلا أو فامبايرز، ما تفهمش يعني إيه يعني إيه فإنه منهم. أنا حقيقي فعلا اللي كاتب القرآن ده ينفع يمثل مسرحية كوميدية يعني، لأن هو أنا بشوف الكلام ده أضحك بصراحة صراحة يعني. طيب تفسير ابن كثير للآية ينهي تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله، ده تفسير ابن كثير، عشان برضو نستنتج ليه في عداوة دايما المسلم هو اللي بتديها مع المسيحي أو مع اليهودي، القرآن هو الأساس. آية تانية من سورة آل عمران 28 لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك من ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقوى حذر. آل عمران 28 لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تفسير القرطبي قال ابن عباس نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء، وبرضه هنا بيقول لك إيه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني برضه مشكلة كبيرة لو خد الكافرين أولياء. آية تالتة يعني قبل ما نبتدي في الآية التالتة، حقيقة الأمر إيه يعني لو المسلمين مش هيتخذوا الكافرين أولياء هم هيرجعوا يقعدوا في الخيام. يعني انت كل اللي انت عايش بيه من عند الكفار، سواء يعني كمبيوتر سواء موبايل سواء اي جهاز تقني عندك بتستخدمه، اي جهاز كهربائي، يعني انتوا ما عملتوش حاجه، يعني انتوا ما صنعتوش حاجه، وده مش اهانه، دي حقيقه. يعني انا بتكلم حقيقه، ما ايه الصناعه اللي انتوا قدمتوها عشان نلاقي ايات بالمنظر ده؟ يعني انا يا ريت انا بدعي المسلمين ان هم يلتزموا بالايه دي ولا يتخذوا الكافرين اولياء، واخرجوا بقى من دول الكافرين وارجعوا بقى للصحراء اللي انتوا عايشين فيه. ايه ثالثه من نفس السياق برضو، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم، يعني ما تتخذوش برضو اولياء من غير المسلمين، لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا عما انتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إلى آخره. تفسير القرطبي نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار اليهود وأهل الأهواء وأهل الكتاب دخلاء وولجاء يفوضون في الآراء ويسندون إليهم أمورها. نقدر طبعا نستنتج أن الإسلام يعني دين عنصري بامتياز، وبيكرس للعنصرية وبيدمر قيم التعايش جميعا يعني، والمسلم اللي بيسافر دول الغرب بيبقى مضطرب، عنده القرآن بيقول لك بيقول ما تتعاملش مع الكفار، وفي نفس الوقت هو مضطر ان هو يتعامل مع الكفار عشان يساير اموره يعني. فهل احنا منتظرين من مؤمن يعني ملتزم بهذه الايات ان هو يخرج سوي للمجتمع، ولا هيخرج كاره وحاقد وهيتورط في اعمال ارهابيه اساسها وسببها القرآن والحديث والاسلام؟ ده بالنسبة لموضوع الكفار يعني والمسيحيين. دايما لما كنت اجي اسأل حد عن الاحداث الارهابية، حد من الاسرة يعني، حد من دايما في اية مشهورة جدا يترد بيها علينا وعلى كل الملحدين اللي بيسألوا اهليهم مثلا ليه انتوا ليه الاسلام مثلا كذا، يقول لك ايه اصل دول يمثلوا الاسلام، ويروح قايل لك الآية بتاعة من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. دايما المسلمين بيتهمون أن احنا بنقتطع جزء من سياق الآيات عشان نخدم أو عشان نزور ونقول أن كلام عكس الحقيقة، مع أن الحقيقة أن هم دلوقتي هم اللي بيقتطعوا جزء من الآيات عشان يخدموا مصالحهم. لأن احنا لو قرينا الآية دي بشكل كامل في المائدة 32 هنلاقي أن الآية من أجل ذلك، ركزوا معايا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، إذن الآية موجهة لبني إسرائيل وغير موجهة للمسلمين، أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآية يا جماعة موجهة لبني إسرائيل وغير موجهة للمسلمين تماما، من ضمن برضو الحاجات اللي هم بيستخدموها عشان
هم اللي بيزوروا الحقائق وهم اللي بيقتطعوا من سياق الآيات. طبعا بعض المسلمين المعتدلين هي او طبعا المعتدلين ده اللي هو ايه يعني معلوماتهم مش قوية في الدين، هيقول لك ايه، لا الآية طالما ذكرت في القرآن فهي موجهة لكل المسلمين ويجب تطبيقها حتى لو يذكر المسلمين فيها. طيب بعيدا عن ده كلام فاضي، وبعيدا عن بعيد تمام البعد عن الصحة والواقعية، خليني اطرح عليك انا آية زي سورة التوبة رقم 5، فإذا وسورة من ضمن الصور اللي بتستغلها الجماعات الإرهابية واللي بتساعد في إنتاج الجماعات الإرهابية، توبة رقم 5، فإذا انسلخ الشهر الحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، اقتلوهم لما تلاقوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم مع كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طيب إذا الآية دي هي كمان موجهة للمسلمين بشكل عام ويجب تطبيقها. هيقولك لا ما أصل دي خاصة بوقتها، فهو أنت قدام واحد إيه عمالي بينقي، واحد بيعمل يعني بطاطس جايب لك دي يعني على مزاجه، هو بيشتغل على مزاجه. وبعدين هنا في الآية بيقول لك إيه، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة، هي الناس بتتوب بعد ما تتقتل؟ كلام كده الكاتب القرآن كان محشش تقريبا، يعني بعد ما هتقتلهم هيتوب، وطبعا التوبة اللي هو ايه، ان هو ينضم للإسلام، ينضم لطريق محمد، دي التوبة. يعني انت عشان انا باسمي توبت يبقى انا مسلم، لازم ابقى مسلم يبقى انا كده توبت، غير كده يبقى انا مش تايب. هو التوبة هنا بيقصد بيها ان هو يبقى مسلم بالعافية، وفي الاخر طبعا ان الله غفور رحيم، يقتل قتيل ويمشي في جنازته. تمام. دايما بعد اي عملية ارهابية المسلمين يخرجوا علينا يقولون ايه، هذا المسلم لم يفهم دينه، لم يفهم بشكل صحيح دينه. لماذا لا نرى مسيحي لا يفهم بشكل صحيح دينه؟ لماذا لا نرى يهودي لا يفهم بشكل صحيح دينه؟ يعني ليه دايما اللي مش فاهم الدين بشكل صحيح هو المسلم؟ لان الدين طبعا هو الاساس المشكله يعني. تمام. خلينا نروح لشكل العلاقه في الاسره، شكل العلاقه بين الاباء والابناء في الاسره المسلمه. علاقة النسب بين الآباء والأبناء في الأسرة المسلمة هي الإسلام، بانتهاء الإسلام تنتهي علاقة النسب. الكلام ده ليه أنا بقوله؟ عمر قبل ما نبدأ بمسألة شكل العلاقة، خليني بس أذكر أصدقائنا أنه أنا راح أفتح السكايب بعد 10 دقائق من الآن، وأنا بتمنى من كل أصدقائنا أنه يشاركونا بتعليقاتهم، وإذا في أي تعليقات أي أسئلة ممكن يكتبوها تحت الفيديو ويعني نتناقش فيها، وتكون الحلقة يعني غنية بآرائكم كمان، يعني هي كل البرنامج للكل يعني، وليس يعني فقط نجي نعطي رأينا ونمشي يعني، فياريت نتناقش بالموضوع كمان كلنا. تفضل أخي عمرو، شكل العلاقة بالأسرة المسلمة. تفضل. يعني أنا حبيت أقول برضو أنا بنتظر اقتراحات الأصدقاء، أنا بستفيد منهم. يعني شكل العلاقة زي ما أنا قلت تنتهي علاقة النسب بانتهاء الإسلام. ليه أنا بقول الكلام ده؟ عندنا سورة التوبة 23 بيقول إيه في سورة التوبة 23، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون. يعني ما تتخذوش آباءكم أو إخوانكم أولياء لو حبوا الكفر على الإيمان، طبعا الكفر الخروج من الإسلام. تمام. ده بيفسر ليه العلاقة بتنقطع بانتهاء الإسلام. طيب التوبة برضو 24، قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم، هنا لم الدنيا كلها، إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، طبعا يعني جهاد في سبيله، يعني لو الكلام ده أحب من الله والجهاد في سبيله هو القتل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. يعني استنوا بقى شوفوا ربنا هيعمل فيكم ايه، هيعلم عليكم. يعني انتوا لو حبيتوا اخوانكم وابنائكم ولا ازواجكم وعشيرتكم اكتر من حب القتل ولا حب الله ورسوله، استنوا بقى ربنا نزل الملعب وهيظبطكم. طيب التوبة دي سورة التوبة 24. القرآن غني الحقيقة، يعني انا طبعا مش جايب كل حاجة، انا
المجادلة 22 ذكرناها في الحلقة السابقة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمة. ماشي، يعني هو بيقول لك إيه؟ لا تجد قوما لو بيحبوا الله ورسوله هيودون من حد الله، يعني هيحبوا اللي هم بعدوا عن الله ورسوله حتى لو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم. طيب سبب نزول الآية دي بقى إيه؟ كارثة. سبب نزول الآية دي كارثة كبرى بقى. الكلام ده موجود في البداية والنهاية لابن كثير وموجود في التفسير برضو. يعني سبب نزول الآية وقيل في قوله ولو كانوا أباءهم نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر. أبي عبيدة من الجراح قتل أباه يوم بدر. القرآن بيفتخر بأن هو قتل أباه يوم بدر وبيشرح الآية دي. ولو كانوا أباءهم لو أو أبناءهم نزلت في أبي بكر الصديق هم يومئذ بقتل ابن عبد الرحمن. أبو بكر الصديق كان بيحاول يقتل أو إخوانهم في مصعب ابن عمير قتل أخاه عبيد ابن عمير. أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ. قريبا هو يقصد بخاله، يعني خاله اسمه العاص بن هاشم. وفي حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارس قتلوا عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة يومئذ أولاد عمهم والله أعلم. طبعا إيه يعني إحنا أمام عصابة، مجموعة من الرعايا، اللي راح يقتل ابنه واللي راح يقتل أخوه واللي راح يقتل أبوه واللي راح مش عارف إيه. هؤلاء الرعايا هم اللي إحنا بنستقي منهم أخلاقنا. عصابة بتفتخر بقتل زويهم اللي قتل ابوه اللي قتل ابنه اللي قتل ابن عمه، هم دول اللي احنا بنستقي منهم اخلاقنا يا جماعه. هذا هو الاسلام. حديث اخر عن علي بن ابي طالب، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتل اباءنا وابناءنا واخواننا واعماننا واعمامنا ما يزيد ذلك الا ايمانا وتسليما. يا حبيبي يا رسول الله، يعني هو كان معاهم في الحرب بيقتلوا اخواتهم واولادهم واخوانهم ما يزيد ذلك الا ايمانا وتسليما. نبي الرحمة وبيتهمونا احنا ان احنا الملحدين اللي مش عارف قتلنا كام ولا عملنا كام ولا ده يعني الارهاب. لو في كلمة الارهاب منبعها اسلامي، يعني انتوا من اخترعتوا الارهاب والقتل. ده وصلت ان الارهاب داخل الاسرة نفسها، الارهاب داخل الاسرة. نقتل ابانا وابنانا ما يزيدنا الا ايمانا وتسليما. حاجة كارثة يعني. طيب حاجة تانية برضو من ضمن شكل العلاقة، ان هو وصل الـ 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 الاباء ان هم يحبوا هذا الدين او هذا الرسول اكتر من ولادهم. يعني في حديث برضو ذكرناه في الحلقة السابقة عن عمر بن الخطاب، كان حوار بين الرسول وعمر، قال عمر فانت قال النبي والذي نفسه بيدي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي. قال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله الآن أمنت يا عمر. حديث آخر برضو، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين. هو عايز يحول الولاء كله لهذا لزعيم العصابة ده. يعني الاختصار، يعني من يؤمن بهذه النصوص يحتاج لعلاج نفسي، يحتاج إن هو يروح للمصحة يتعالج. يعني لا شك ان من يؤمن بهذه النصوص، خاصة قتل الاباء والابناء والكلام ده هم مجموعة من المرضى. يعني من يؤمن بهذه النصوص هم مجموعة من المرضى ولا استثني احد. يعني ده بالنسبة لشكل العلاقة. بكل تأكيد اخي عمرو، يعني نحن شفنا المسلمين اللي ذبح امه واللي قتل اخوه بالضبط. يعني طب شو رأيك ناخذ تعليق من الاخ احمد علي؟ بيقول تحية لضيفك الكريم، أود أن أطرح تعليق سريع على الأفكار المطروحة في الحلقة. بما أن شخصية الرسول محمد عليها اختلاف كبير بين فريق يعتقد أنها شخصية أسطورية لم يثبتها التراث الديني والأدبي الذي تم تأليفه لإثبات وجوده، بالضبط كما نحاول أن نثبت وجود شخصية أسطورية في أفلام الخيال العلمي من خلال الكذب والخداع. ومن وجهة نظري، إذ لم يثبت العلم الحديث هذا التراث حتى الآن
لا يستحق أن يضع يضيع الوقت في نقاشه. يعني هو بصراحة مثل ما بس دقيقة واحدة أخي عمر، يعني إنه صح لا يستحق لأنه ما أثبته العلم، ولكن المشكلة إنه هالأحاديث هي تؤثر في واقعنا، لذلك نحن عم نناقشها. يعني بالظبط ده اللي انا كنت هقوله، انا مختلف معاه، لان هو يعني لو كان الموضوع على قد ان هو ما لم يثبت علميا والناس لم تلتزم بهذه النصوص الكارثيه المريضه ما كناش اتكلمنا عليها، لكن لما بنلاقي النصوص دي بتهددنا بالقتل وبتخرب اوطان وبتدبح ناس على الشاشات وبتخلي البعض يتورط في قتل امه النص يعني. بالظبط بالضبط بالضبط. هو صوتك انقطع شوي يا اخي عمرو. طيب اقصد انا كنت بقول ان انا يعني مش متفق مع اللي هو بيقوله، لان النصوص بتستخدم في تورط في اعمال عنف وخراب للاوطان وذبح الناس على الشاشات وذبح الامهات من ابنائهم، فالنصوص طالما مستغلة في الواقع لازم نهاجمها ولازم نسخر منها، يعني ده اللي أنا كنت بقوله يعني. بكل تأكيد أخي عمرو، بكل تأكيد. يعني مؤثرة في واقعنا، والمشكلة مدمرة حياتنا كلياتنا للأسف الشديد. طيب أخي بالظبط عمرو، من الأشياء اللي زرعوها فينا من الصغر هي المؤامرة، عقلية المؤامرة. يا ريت تحدثنا عنها، عقلية المؤامرة اللي إذا بأي فشلنا فيه معناتها غيرنا هو السبب وليس نحن. تفضل. تمام. انا كنت عايز اكمل شكل العلاقه الضرب في الاسره، سليمان هل آسف اقدر اكمله ولا؟ خلصت. تفضل تفضل. هنيجي لنظريه المؤامره. يعني الضرب في الاسره المسلمه ده استكمالا لشكل العلاقه في الاسره. الضرب في الاسره المسلمه متاصل في الاسره، يعني اللي بتقلع الحجاب بتتضرب، اللي بيترك الصلاه اللي بيحب واحده او واحده بتحب واحد اللي بتتضرب او بيتضرب. الضرب منتشر في عندنا بعض الاحاديث، خلينا نستعرض بعض منهم. ابن عباس عن رسول الله قال: علق صوتك حيث يراه اهلك، يعني هعلق كرباجك عندك في البيت حيث يراه اهلك. رحم الله رجلا علق في بيته صوتا يؤدي به اهله. طبعا هو ايه يعني، رب الاسره مربي شويه بهايم عنده، غنم، عيز، فايه كرباج متعلق، اي حاجه ينزل عليهم الكرباج. برضو حديث ثاني: علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت فانه ادب له. حديث اخر متعلق بالصلاه: مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10. يعني حتى في الطقوس الدينيه يامر الاسلام بالضرب، يعني حتى عشان المسلم ينفذ هذه الطقوس الدينية ينفذها بالضرب. يعني العنف والإرهاب والاضطراب النفسي بينبع من داخل الأسرة المسلمة. بالنسبة لضرب السيدات أو الزوجات، عندنا هنا إيه سورة النساء آية مشهورة 34: التي تخافون نشوزهن فعوزهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب اهجروهن في المضاجع، ديت كلمة اهجروهن دي ليها تفسيرين. بعض الناس مفسرين ان هو الهجر من الهجر، ان انت هنترك المكان زي السرير وهنسيبهم لان هم ناشز، يعني في مشاكل بينها وبين الزوج. وبعض التفسيرات الاخرى اهجروهن مفسرينها بالربط بالحبل في السرير ثم ان هم يتضربوا بعد كده. ده طبعا كيفية ان الاسلام كرم المرأة وجعلها جوهرة، احنا شايفين الجوهره اهي انها بتتضرب واحيانا ممكن تتربط في السرير. خلينا نقول ان اهجروهن هي الهجر، وخلينا لكن هنلاقي برضو ان في الاخر واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب للنساء فرض في الاسلام. طيب حديث اخر عن ضرب السيدات او الزوجات: لا يجلد احدكم امراته جلد العبد لعله يعانقها ويجامعها في اخر اليوم. ده في البخاري. يعني لما تيجي تجلد مراتك مش لازم يعني نجلدها زي العبد، يعني احنا هنعملها كانسان، يعني هنعملها بشكل محترم. لا،
احنا نجلدها جلد خفيف كده عشان ممكن ايه نمارس معاها الجنس اخر اليوم. كان الرسول النكاح والقتل، يعني الرسول لو جاي برساله فهو جاء بالنكاح والقتل. حديث اخر: لا يضرب احدكم امراته كما يضرب العبد لعله يجامعها في اخر اليوم. الغرض من حتى التقليل في الضرب او التقليل في الجلد هو الجماع في اخر اليوم. يعني محمد فعلا كان شخص يعاني من الجوع الجنسي، شخص مهووس جنسيا يعاني من الجوع الجنسي، لم ياتي الاسلام الا بالقتل والنكاح يعني. هو للاسف مش قادر يبص للمراه على ان على انها انسان، يعني هو شايفها اقل من الحيوان، عشان كده جلد وضرب وكده. طب لو كان النشوز من جهه الرجل، يعني لو كان النشوز هذا النشوز من جهه الرجل، يعني هو القران سمح بان لو النشوز من جهه المراه الرجل يضرب المراه. طب لو كان النشوز من جهه الرجل، نلاقي في النساء 128: وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الصلح خير دلوقتي يا جماعه، يعني ايه الست تتضرب لو هي ناشز، لكن الراجل هنضرب الراجل؟ معقول؟ لا، الصلح خير يا جماعه، الصلح خير. هل المفروض احنا نستمد يعني اخلاقنا من دين بيسمح بضرب المراه؟ هل المفروض نعتبر ده دين اساسا؟ هل المفروض نقول ان الاخلاق اصلها الاديان؟ يعني ان كان في حاجه اصل الاديان فهي الانحطاط الفكري. يعني هنلتزم يعني المفروض نترك اساسيات حقوق الانسان الاساسيات ونلتزم تعليم البدو والصحراء؟ يعني كلام. طيب اخي عمرو، في عندنا اتصال من الاخ احمد دنانه، خلينا نسمع الراي الاخ. اهلا وسهلا، اهلا بيك. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا ازيك يا احمد؟ انت وحشني فعلا، يعني ايه الاخبار؟ انت اكتر، انت كمان وحشني، انت اكتر. انا ماشي الحال. نشكر دروت. عايز اعلق على موضوع الحلقه رائع. يعني نفكر فكره ان الوصفه في الاسلام ده ترند، لان الاسلام فشخ اعراض الاصل تمام. يعني هو الوصف وصل مين يا عم الحاج اللي جاي يتكلم على الاسلام؟ اذا كنت انت عامل الذكر هو القص وهو اللي بيتصرف في كل حاجه وهو اللي ماسك عصايه التكليف وبيضرب اللي رايح واللي جاي وبيمشي الليل على مزاجه، فين بقى اسره وفين وبعدين لو انتوا اسره، لو انتوا الاسره اللي بتتكلموا عليها في تعاليم دينكم يا صلاحنا اسره سويه واسره سليمه، ما كنتم في هذا الخراب وهذا الوبال اللي انتوا فيه والدمار اللي انتوا فيه؟ وكان بقى الاسر المجتمعات الغربيه هي اللي داون، انما مين داون ومين اب؟ مين عنده الاخلاق؟ الغرب العلماني ولا انتم بتعليم سلامكم؟ يعني اسرتي في الاسلام انا مش فاهم. اسرتي انا كبارة اقعد اضرب فيها وبعد كده بعد ما اضرب فيها انام معاها يا اخي احا. يعني انت يعني يعني ازاي امسك حد اقعد اضرب فيه بعد ما اهينه واهين كرامته اقول لها بقول لك ايه لو مش نمتي معايا ربنا هيغضب عليكي وهتخشي من النار؟ يعني كلام ناس مجانين لا يعقل. يعني اسره مين اللي بتكلم عليها؟ تعظيم سلام ليك يا احمد، تعظيم سلام فعلا. بدل ما تعلموا تعليم الاسلام علموا الاطفال الاخلاق، علموا الطفل ازاي يبقى سوي، يحترم راي، يحترم الاختلاف ويحترم راي الغير. ده اللي انتوا المفروض تعلموه. اسره مين؟ اسره مين اللي بيلحد فينا اهله ما بيعرفوش تاني؟ ما تيجي الامريكان هنا يهود ونصارى اللي بيلحد من عيالهم يقول له اي سبورت يو وات ايفر يو نو، اي قرار انت بتتخذه اي سبورت يو. مش ده اللي بيقولوه الغرب لاولادهم لما بيلحدوا او لما بيختاروا دين تاني او لما بيخرجوا عن المعتاد بتاع الاسره؟ تعال شوف التانيين، انت لو نزلت البلد هموتك، احنا هنقتلك، احنا هنذبحك. فهم العنف ده جايبينه من صلعم اصلا كان مريض بالعنف ومريض بالساديه، يعني سادي، واخد بالك؟ لما امسك لما اخش اقتل واحد والتاني والتالت وامسك زوجتي اللي مات دوت انام معاها بعد وفاه جوزها، ده معناه ان انا مش قواه العقليه مش سليمه، انا انسان مش سادي، انا انسان مش طبيعي، واخد بالك؟ فطبعا موضوع الحلقه حلو جدا، الاسره في الاسلام كويس ان انت بتعريهم وبتكشفهم، اكشفهم كمان وكمان، احنا معاك وي سبورت يو، لان الناس دي غلط وما هيش عارفه ان هي غلط. متشكر جدا.
شكرا كثير احمد، شكرا كثير احمد لك. اخي عمرو بصراحه الاخ احمد طرح فكره كثير يعني مهمه انا عايز اوجه له تحيه في الاول، يعني انا فعلا بحب الراجل. اسالك السؤال وارجع اوجه له تحيات قد ما بدك، التحيات والصلوات على ابراهيم كمان. هو انا اوجه الصلوات لي احسن ما اوجهها على مجرم زي محمد. يعني في نحن هلا عنا بالشرق، يعني اظن كل المجتمعات الشرقيه في عنا فكره انه نحن عنا في تماسك اسري عظيم، وبالغرب في تفكك اسري. شو كيف بتشوف هالفكره هاي؟ كيف ممكن نفحض هالفكره هاي؟ تفضل. عارف يا جان، في حاجه اسمها بيج لاي ثيوري، ان انت لما تكرر الكذبه بشكل يعني على شكل واسع اكتر من مره الناس بتصدقها. فهو طبعا ده اللي بيحصل في الاسره المسلمه. طبعا الاسره المسلمه من اكتر الاسر المفككه، وانا خارج من اسره مسلمه يعني، فيعني ما حدش يقول لي اكتر اسره مفككه واكتر اسره هم مش عارفين اساسا الاب مش عارف ابنه بيفكر في ايه، ولا الام عارفه ايه خبايا الاسره. الأسرة المسلمة من أكتر الأسر المفككة، وإحنا استعرضنا ليه الآيات اللي بتخلي العلاقات تنتهي بانتهاء الإسلام زي المجادلة 22 والتوبة 23 و24، إن حتى هذا الإله هو مش عايز يعني مش عايز الود بين الآباء والأبناء لو تركوا العقيدة. يعني أنا دلوقتي الاباء انا لو ابني مثلا اعتنق اي عقيده مخالفه للي انا بامن بيه او انا اللي انا بصدقه زي الالحاد او داروين او كده، انا يعني هل هقطع العلاقه معاه؟ هل مثلا هقتله زي ما القران بيامرنا في عبيده بن الجراح وابو بكر؟ هل يعني هفكر بالشكل ده؟ ولا ده ابني؟ ده ابني في الاخر مهما اتصرف بشكل هحتضنه وهشجعه، واكيد حتى لو انا شايفه غلط بس هو انسان مختلف وحر ياخد الطريق اللي هو عايزه، مش انا اللي هرسم له طريق، وهو من حقه يرسم لنفسه طريق. فطبعا الاسره المسلمه عمرها ما كانت متلاحمه خالص زي ما الناس بتدعي. يعني الاسره المسلمه اصل التفكك، واحنا استعرضنا الكلام ده السبب. يا عمرو في عنده بس تعليق من الاخ وليد عم بيقول تحيه طيبه اخ جان، وتحيه حب ومحبه لك اخ عمرو. لا توجد اخلاق او اي حد او اي رحمه او محبه في الدين الاسلامي، وحتى بين العائله الواحده فالكل يذكر او يتذكر ابو عبيده بن الجراح وذبح اباه. الإسلام يحرض على قتل كل من يختلف معه بدون تفاهم كالبهائم، يفعلون أي شيء بدون استخدام العقل والتمييز بين الخطأ والصواب. ونرى اليوم ما تفعله داعش نسخة مستحدثة عن الإسلام التكفيري والكثير والكثير، بالإضافة إلى سب النساء. بكل تأكيد الإله الإسلامي إرهابي مليون مرة بالمئة. محبتي لكم. إذا في عندك تعليق على تعليق الأخ وليد؟ أنا بشكره طبعا على التعليق الجميل دوت، وهو طبعا داعش هي الإسلام والإسلام هو داعش. يعني أنت المسلم اللي بيقول غير عكس كده لن يغير من الواقع شيء. أنت بتقول داعش لا تمثل الإسلام، لا هي داعش هي الإسلام سواء أنت آمنت بكده أو ما آمنتش بكده. فطبعا تعليق يحترم يعني. بكل تأكيد أخي عمرو. طيب أخي عمرو، ما بعرف إذا خلصنا موضوع الضرب في الأسرة تمام خلصنا. ننتقل لموضوع المؤامرة، عقلية المؤامرة اللي ورثناها. عقلية نظرية المؤامرة برضو بتتزرع في عقول الشباب المسلم والأطفال المسلمين من هم صغيرين، ومنبعها الأسرة. دايما يعني أنا حتى من أهلي نفسهم كانوا متخيلين في فترة ما أن أنا مجند، واللي هو إيه يا عمرو يا حبيبي يعني قول لنا عشان نقدر نساعدك لو انت مجانا. ما حدش متخيل ان هو ايه، او ما حدش قادر يصدق ان الواحد ممكن يدور ويقرا ويبحث ويوصل لنتيجه لوحده. لا ده هو يعرف ايه ده عن الاسلام؟ فعشان لا هو اكيد مجند. يعني انا حتى الموضوع يعني انا لما بشوف بعض التعليقات اللي هو انت عميل وانت ما بستغربش، لان الكلام ده يعني التجنيد وانت عميل والكلام ده من يعني جالي من اقرب الناس. فيعني
كلام لا يستحق الخوض فيه. يعني ايه اساس بقى نظريه المؤامره في الاسلام؟ خلينا نستعرض بعض الايات ونعلق عليها. في ايه مشهوره جدا، سوره البقره 120، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طبعا اليهود والنصارى ايه، بيصحوا كل يوم الصبح يلاقوا نفسهم فاضيين وراهمش حاجه، يقولوا ايه، لا احنا ايه هنتامر ازاي على المسلمين النهارده، احنا ازاي هنقرف المسلمين في عيشتهم النهارده. يعني هما ايه، مستنيين سيادتك تنور العقيده عندهم، هما ما عندهمش تفجيرات وقتل وذبح على الشاشات، فعايزين بقى الاضافه بتاعت سيادتك عشان تيجي ايه تتذبح شويه على الشاشات بقى. وعندهم في اليهود والنصارى اضافه طبعا قويه. يعني السؤال هنا، يعني لو افترضنا ان هذا الكلام من هذا الرب السادي رب الاسلام، لن ترضى عنك اليهود والنصارى، طب انت ليه خلقت اليهود والنصارى من الاساس؟ يعني طب ما كنت تريح المسلمين، يعني انت خالقهم عارف بمؤامرتهم على المسلمين وعلى الاسلام، طب انت خلقتهم ليه من الاساس؟ ده سؤال بيطرحنا. ولا انت ما كنتش تعرف، يعني ما كنتش عارف ان هم هيتامروا على المسلمين بعد كده؟ طبعا ده سؤال بيطرح نفسه. من حكم تعاملي انا مع اليهود والنصارى في امريكا هنا، وتشرفت الحقيقه يعني ان انا اتعاملت مع اليهود والنصارى وبعض اليهود منهم اسرائيليين كمان، اقدر اقول ان الايه دي تنطبق على المسلمين اكثر من انطباقها على اليهود والنصارى. يعني الايه دي المفروض ايه، لن يرضى عنك المسلمين حتى تتبع ملتهم، دي المفروض فعلا الايه دي تبقى كده، لان المسلم دايما شايف اي عقيده اخرى هي اقل منه واحقر منه. المسلم بيزدري وبيحتقر جميع العقائد الاخرى، وهو شايف نفسه هو الـ يعني الطاب، يعني هو شايف نفسه هو اعلى واحد، لمجرد وراثته دين بدوي صحراوي فهو اعلى واحد. انا اتعاملت مع اليهود والنصارى بشكل يعني عميق جدا وبشكل كبير جدا، وما حدش في يوم من الايام اتكلمني عن عقيدته باي شكل من الاشكال. يعني فالآية دي أصلا على أرض الواقع غير صحيحة. شعوبنا بتتلقى المعونات العسكرية كل سنة من أمريكا، من فرنسا، من روسيا، من الدول اللي هي المتقدمة أو الغرب الكافر زي ما بيسموه. مع ذلك الغرب برضو بيتآمر علينا وبندعو عليهم في كل صلاة. داعش صناعة أمريكية، ده حتى بيقتلوا بسلاح أمريكي. طب انت عايزهم بيقتلوا بسلاح ايه؟ هو في دول اسلاميه عملت سلاح مثلا؟ يعني هو في دول اسلاميه صنعت حاجه اساسا؟ يعني انتوا ايه الصناعه اللي انتوا قدمتوها؟ يعني طب ما هي طبيعي ان هي مساله عرض وطلب. سلاح اللي ايه الدوله اللي بتنتجه؟ امريكا مثلا او روسيا او فرنسا، بياخدوه اي بقى اللي بياخدوه بي 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 بيستخدموه يعني. يعني لكن هل انت هل في سلاح بتصنعه دوله اسلاميه عشان داعش تستخدمه مثلا؟ انتوا ما صنعتوش حاجه غير المتفجرات. يعني ان كان في صناعه انتوا نجحتوا فيها فهي المتفجرات بس كده وقتل الابرياء يعني. وتلاقي اللي بيكتب الكلام ده مثلا ممكن يكون راكب عربيه امريكاني مثلا. هل انت عشان راكب عربيه امريكاني معناه ان انت ممول من امريكا؟ هل انت راكب عربيه كوري معناه ان انت ممول من كوريا؟ كلام غير منطقي تماما. ولكن عقيده الترديد، الترديد من اجل الترديد، بنستورد كل شيء طبعا منهم، أدوية وأجهزة وكل شيء، ونلعنهم صباحا ومساء وفي الدعاء وفي الفتحة وفي الصلاة وفي كل حاجة. نذهب للعلاج في الغرب ونتمنى لهم الموت والدمار. يهرب المسلمين من جحيم الدول الإسلامية، من الدمار والخراب الإسلامي، وبعدين يعني يروحوا لاجئين للدول الأخرى ويفتح ليهم الغرب الكافر الحدود ويحتضنهم ويساعدهم بكافة أنواع المساعدات، أكل وأدوية وكل المساعدات، ومع ذلك الغرب برضو كافر وبيتأمر عليهم. طب ما ترجع، طب انتوا ليه هربتوا على المراكب ومتوا في البحر؟ وليه كم اللاجئين اللي جم ألمانيا، إذا كان الإسلام فعلا بيبني دولة حقيقية، ليه هربتوا من الدولة الإسلامية؟ لكن محدش بيقف مع نفسه ويفكر أنا هربان من إيه. يعني انت لازم تقف مع نفسك كده وتفكر تقول انا هربت من ايه. انت هربت من الاسلام، لكن انت لا يعني مش دريان انت هربت من ايه. باختصار يعني اللي انا عايز اقوله ايه، دايما الفاشل بيحاول يجد شماعه يعلق عليها فشل.
يعني مثلا ايه، لو في تلميذ والدته بتوبخه كل شويه عشان مش ناجح في الامتحانات، يقول لها ليه ده المدرس هو اللي ما بيشرحش كويس، ده الفصل ما فيهوش تكييف، ده ما يختلق الاسباب، لكن مش هو لانه ليس له القدره على الاعتراف، يعني هو مش قادر يعترف ان المشكله هي متاصله من عنده. يا جماعه المسلمين، يعني انتوا كمسلمين انتوا بتصدروا المشاكل للعالم، العالم بيصدر لكم الحب والمساعدات والفلوس والاغذيه وانتوا بتصدروا لهم الارهاب. آية تانية من ضمن الآيات اللي بتكرس لنظرية المؤامرة، البقرة 109، ود كثير من أهل الكتاب، أهل الكتاب بيقصد بيهم اليهود والنصارى هنا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، يعني خرجوكم من دينكم بعد ما آمنتم كفارا حسدا من عند انفسهم. طبعا بيحسدوهم، بيحسدوا المسلمين طبعا على النجاح الساحق اللي المسلمين وصلوا له في الارهاب وفي القتل، فاللي بيحسدوهم عايزين، يعني الناس ما عندهاش شويه ارهاب، عايزين يا جماعه شويه ارهاب عندنا، يعني مش معقول هنبقى المسلمين بس. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله من امره، ان الله على كل شيء قدير. طيب بعد ما تبين لهم الحق، هنا الجزء من الآية دي بيدل فعلا ان محمد فعلا كان بيتعاطى نوع من الحشيش نادر جدا مش موجود دلوقتي. يعني هو ايه، يعني بعد ما تبين لهم الحق، طب ايه اللي هيمنعهم ان هم يلتحقوا بهذا الحق؟ يعني ازاي بعد ما، يعني بعد ما تبين لهم الحق، فعلا زي جنان، يعني هو بعد ما تبين لهم الحق فبيحسدوك بقى. طب هو يعني هل في يعني ريستريكشن ان انا اخش الاسلام؟ يعني طب انا بقى كنت في الحق ده وخرجت منه لاني ادركت ان الحق الوحيد ان محمد ده كان مجرد مجرم، ده لو احنا في ده لو الموضوع في حق يعني. فانا مش عارف يعني بعد ما تبين لهم الحق، الاسلام بعيد تماما البعد عن اي حق، الاسلام عقيده جد بالقتل والنكاح، هو ده ملخص الاسلام. يعني ايه ثالثه، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. طبعا اهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين اللي هو العالم كله، يعني مش عايزين خير ينزل عليكم من ربكم، قاعدين هم ما وراهمش حاجه اصلا، هم المسلمين، هو بيصحى كل يوم المسلمين اخبارهم ايه النهارده، طب لا يبقى انا لازم كده ايه ادعي عليهم شويه ولا اعمل عليهم مؤامره ولا حاجه. ما الغرب ما وروش حاجه ان هو يتامر على المسلمين. تفسير بتاع البقره 105 اللي هي ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، تفسير الطبري دي للايه البقره 105، ما يحب الكافرون من اهل الكتاب ولا المشركين بالله من عباده الاوثان واليهود والنصارى ان ينزل عليكم من الخير الذي كان عند الله فنزله عليكم. فتمنى المشركون وكفرت اهل الكتاب أن لا ينزل الله عليكم الفرقان اللي هو القرآن، فتمنى المشركين بيتمنوا إن القرآن ما كانش ينزل على المسلمين. من جمال القرآن طبعا ومن روعة القرآن كانوا بيتمنوا إنه ما ينزلش على المسلمين طبعا، لأن المسلمين إيه، القرآن نزل عليهم. الشاشة قطعت المسلمين طبعا القرآن. اتفضل. انا ضغط زر بالغلط، يعني هو كان يتمنى ينزل ياخد القران يا اخي. يعني هو طبعا الكفار كانوا يتمنوا كل التمني ان القران ينزل عليهم عشان يتقدموا زي ما المسلمين متقدمين دلوقتي. تمام. وما اوحاه الى محمد صلى الله عليه وسلم من حكم وآياته، وانما احبت اليهود واتبعهم من المشركين ذلك حسدا وبغيا، كان نفسهم يعني نفسهم يتقدموا ويلتحقوا بالمسلمين يعني، وبغيا منهم عن المؤمنين. وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم. الكلام هنا بشكل عمومي وبشكل تحريضي كامل، يعني نهى المؤمنين عن الركون لأعدائهم من أهل الكتاب والمشركين اللي هو العالم كله يعني، أو الاستماع لقولهم وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم باطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب. طبعا اهل الكتاب بيستبطنوا طبعا دايما العداوه للمسلمين والمشركين من الضغن والحسد، وان اظهروا بألسنتهم خلاف ما يستبطنون. يعني هو بيوصلك ان حتى لو الكافر اتعامل معاك كويس ده جواه هو بيكرهك وعايز يعمل عليك المؤامره.
طب هو على ارض الواقع يعني لو هو فعلا بيكرهك وعايز يعمل معاك مقابره، ايه اللي هيخليه يتحمل عبء مثلا الاف اللاجئين؟ ايه اللي هيخليه يتحمل عبء ان هو يدفع من ضرائب المواطنين عنده عشان يديك مساعدات عسكريه؟ ايه اللي هيخليه يتحمل عبء ان هو يصدر لك اجهزه وكل المستوردات اللي انت بتحتاجها هو اللي بيصدرها لك؟ يعني ان كان هو الكلام ده صحيح، مش يعني كنا هنلاقي الغرب قافل على نفسه، لكن انتوا عايشين على العالم اجمع، يعني الغرب لو امتنع عن مساعدتكم سترجعوا، ستعودوا الى الخيم، ستعودوا الى الخيم. ويعني لو الكلام بتاعي ده غلط يا ريت يعني تلتزموا بالقران وتخرجوا من جميع الدول الكافره وترجعوا لصناعتكم انتوا بقى ولحياتكم انتوا، وما لكوش اي دعوه بالغرب، التزموا بالقران يا ريت. يعني حديث اخر من ضمن برضو الشحن والزرع لنظريه المؤامره في الاسلام، حدثنا ابو النداف مسند احمد الحديث ده، حدثنا ابو النضر حدثنا المبارك ابن فضاله حدثنا مرزوق ابا عن صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم من كل افق. الرسول بيقول يوشك ان تداعى عليكم الامم، يعني ان الامم كلها ايه تيجي عليكم او تتامر عليكم. يعني حاجه فعلا، كان واحد مريض نفسيا، واحد مهووس، يعني الامم كلها هي شغلتها الشاغله ان تتداعى على المسلمين، ما وراهاش حاجه تانية غير ان تتداعى على المسلمين. بيكمل في الحديث كما تداعى الاكل على قصعتها، يعني كما تتداعى زي ايه الفريسه على او كما يعني زي الفريسه على اللي بتهجم عليها، او لو في مثلا اتنين حيوان بيهجم على حيوان فالفريسه الثانيه اللي هي قصعتها. قال بيسالوا رسول الله، قلنا يا رسول الله أمن كل بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونوا كغساء السيل. غساء السيل يعني ما يحمله السيل من وسخ، وشبههم لذلك لكل شجاعتهم. فأقلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونوا كغساء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال قلنا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. طبعا ايه، انت تحب الحياة دي مشكلة يعني، وتكره الموت دي يعني، المفروض انت اساسا تبقى تحب الموت بدل الحياة. يعني هو بيوصل المسلم ان الموت افضل من الحياة، انت هتعيش ليه؟ احنا عايزين ناس تفجر نفسها كل يوم يا جماعة، انت هنقعد كده احرار محترمين ان بشر طبيعيين؟ لا، الوهن معناه قال حب الحياة وكراهية الموت. انا خلصت. طيب خلينا ناخد تعليق من حاسب عم بيقول، في كتب عدة تعليقات بصراحة، خلينا نرى التعليقات اللي كاتبها. بيقول وان جاهدك، طب هو طبعا عم بيدافع عن الآية، عن المسلمين، عن الرسول، عن الأب والأم يعني. بالضبط. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني الزلمة عم بذكر لك آية whatever it is. طبعا هو رجع فيك، عم بيقول مغالطات كثيرة أستاذ جان، الإسلام لم يأمر بقتل المخالف نهائيا. طبعا شكرا. الحالات التي ذكرها عمر كانت في الحرب، ومعروف من الذي تسبب. استاذنك بس تمليني تعليق. خلينا نبدأ بهذا لأنه هذا كثير مهم التعليق هذا. عم بيقول مغالطات كثيرة أستاذ جانا، الإسلام لم يأمر بقتل المخالف. الحالات التي ذكرها عمر كانت في الحرب، ومعروف من الذي تسبب في موقعة بدر. تفضل. ماشي. لم يأمر قتل المخالف وموقعة بدر. اوكي. طيب اذا كان الاسلام لم يأمر بقتل المخالف، طيب لماذا وجد حد الردة؟ ده سؤال انا بطرحه. لماذا وجد من بدل دينه فاقتلوه؟ يا ريت يجاوبني عليه.
موقعة بدر، مين اللي كان بادئ او مين اللي كان متسبب في موقعة بدر؟ موقعة بدر انا طبعا يعني واضح انه اللي كاتب لا يعلم شيء عن موقعة بدر. موقعة بدر كانت قافلة تجارية غير محملة بالسلاح، قافلة تجارية غير محملة بالسلاح. مين من البادئ بالغزو؟ محمد رسول الإسلام. مرة تانية، من البادئ بالغزو؟ محمد رسول الإسلام. كان مين اللي بيساعده؟ الصعاليق. مين الصعاليق؟ أنا أصلا يعني الموضوع كبير طيب مين الصعاليق؟ الصعاليق كل من طرد من قبيلته بعد جريمة ارتكبها. الصعاليق اللي هم كانوا جيش محمد لما خرج ولما خرج من مكة وغزا واقتحم أو يعني اقتحم موقعة بدر أو اقتحم القافلة، فالصعاليق اللي كانوا معاهم دول يعني شوية مجرمين. محمد كان يعني هو عايز يكون جيش، يعني هو رئيس عصابة مش لاقي طريقة، فهو بيدور على طريقة، فتحالف مع الصعاليق اللي هم مجموعة من المجرمين وراح يغزو يقتحم غزو بدر. طيب انتصر في غزو بدر ليه بقى؟ انتصر في غزو بدر لان هي ما كانتش قافلة عسكرية من الاساس. انت دلوقتي قاطع طرق، رايح بتعمل حصار اقتصادي على مكة، بتعمل نوع من التجويع او المجاعات في مكة عن طريق ان انت القافلة التجارية اللي كان محملة بالمواد الغذائية انت بتستوقفها وبتسرق الاشياء او البضائع اللي هي محملاها. فانا مش فاهم يعني انت ازاي بتدافع عن حاجه زي كده. يعني غزوه بدر كانت اكتر غزوه فيها ضرب للاعناق. برضو انت لو قريت في الكلام ده في يعني اللي هي الايه بتاعه فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ان يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ان كانت ذاكرتي كويسه يعني. فدي ده ايه من ضمن الايات اللي هي كانت يعني مذكوره في موقعة بدر. فهي موقع طبعا بتمثل قاطع طرق بيهجم على قافله تجاريه ولذلك هو انتصر. ده بالنسبه لغزو بدر. بالضبط بالضبط يعني الرجل رئيس عصابه في قافله جايه من الشام، قافله محمله بتجاره قريش، طلع مع الصعاليق اللي جمعهم قبل ما يروح المدينه هي يثرب بسموها، يلا هيا بنا نلعب، هيا بنا نقطع الطريق على القافلة ونأخذ الغنائم. فجماعة قريش راح يدافعوا عن تجارتهم يعني. بالضبط. طبيعي ان هم يدافعوا عن تجارتهم من اللصوص والاعداء يعني. بالضبط. طبيعي. طيب معنا اتصال من الاخ سال، تفضل اخ سال. شكرا جان. عمرو سمعني؟ سمعك يا سال، ده انت منور حبيبي. I'm very proud of you. أنا فخور بك جدا. امسح بالقرآن الأرض. متشكر جدا يا سام. أعظم حلقة لحد الآن نزلت. مش كده، لا مش كده يعني. ده أنا أقل واحد في الجهر بالإلحاد يعني. حبيبي I love it. بس listen، الناس المسلم اللي كتب ملاحظات، هو واجب المسلم الآن محامي الدفاع عن جرائم محمد واغتصاب الأطفال والنساء وقتل الأبرياء. عمر، وأنا كنت أسمع لك مريت جنب وولمارت ولأول مرة أشوف صراحة رجل قبطي بملابس الأقباط. I swear to you. وقفت سيارتي ونزلت له وحييته وقلت له أنا جاي من خلفية إسلامية، بس أحب أعتذر لك وأعتذر لكل ضحايا الإسلام من كل جرائم الإسلام اللي سببوها لكم. وصرنا أصحاب طبعاً، أعطاني الكارد بتاعه وراح نزوره أنا وإنت عن قريب. أكيد ده شيء شرفنا. على حلقة سوبر رائعة.
متشكر جدا يا سهل، متشكر جدا. شكرا سهل، شكرا لك، وكلمتك غالية عندي فعلا يعني، انت واستاذ احمد دنانا حبيبي حبيبي حبيبي. I love you. Thank you John. شكرا حبيبي سهل. شكرا. انا فخور بك جدا. انا اكتر فخور ان انت اتصلت يا سهل. شكرا سهل، شكرا كثير لك. طيب في عنا من الاخ سليمان ابو فارس تعليق عم بيقول: لك الحق أن تؤمن بما تشاء، لكن ليس لك الحق باستنقاص أي دين أو أي معتقد أو أي نبي بعث له أتباعه ومن يؤمن به. طيب بس خليني أكمل التعليق. إن كنت تملصت من دينك تقريبا للغرب وتوددت لهم، فاعلم أنك ما زلت تحمل الدم العربي الذي لولا الإسلام لما كان له مكان في تاريخ مشرف، الدم العربي. طيب أنا بدي بالفعل يعني التعليق هذا شوي أخي عمرو يعني نرفزني شوي. أنا بس بدي أقرأ بألقي جزء من قصيدة كنت كاتبها. تحت أمرك، تفضل. اسمعني أيها العربي، هاي قصيدة أنا كاتبها: عرب عرب، جرب جرب، شيمتهم الخيانة وقلة الأدب، لسانهم طويل وفهمهم قليل وعقولهم مدفونة بين الصرة والركب. هؤلاء هم العرب. تفضل أخي يا عمرو. أنا متشكر على الشعر الرائع ده. جميل يعني. طبعا أنا من حقي، أنت زي ما هو بيقول من حقك أن أنت تؤمن أو تتملص، وأنا من حقي وهو من حقه يؤمن بنبي بعث. أولا محمد لم يكن نبي، دي أول حاجة. لا يوجد نبي هيجي بكم هذا القتل والخراب يعني ايه. ويا معشر قريش جئتكم بالذبح وامرتوا ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. فده يعني اي نبي يقول كلام ده؟ اي نبي يقول وان امرأة مؤمنة وهبت لها نفسك ان اراد ان يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين؟ اي نبي يقول كده يعني؟ اي نبي يعني ياخد النساء سبايا في الحروب منهم المتزوجات ويجبرهم على ممارسة الجنس معاه؟ أي نبي يقول كده؟ أي نبي يروح يعني يتجوز طفل عندها 6 سنين يمارس معاها المفاخذة إلى أن تصل لسن 9 سنين ليمارس معها الجنس؟ أي نبي؟ عن أي عقل تتحدثون يعني؟ أي نبي؟ إن كان في حد عابد للشهوات فهو أنتم كمسلمين، فهو أنت أيها المسلم الذي تنتظر 72 حور عين في جنتك. الأنبياء ليهم مقاييس يعني. إحنا ولدنا في زمن يتخذ من المجرمين أنبياء، ده اللي أنا أقدر أقول يعني. طبعا ده مش نبي ولا أي حاجة. تاني حاجة أنت بتقول من حقك ولكن ما تنتقصش. والله لو عقيدتك قوية يا السخرية أو النقد ليها مش هيأثر عليها. لو عقيدتك قوية، لو عقيدتك قوية احنا مش يعني مش هنلاقي نصوص نقدر ننتقد بيها العقيدة عندك. أنا في يوم كنت يعني زيك، زي الشخص المعلق كده، كنت يوم مسلم ومريت بجميع المراحل اللي انت مريت بيها، لكن أنا يعني وضعت عقلي فوق رأسي ليس تحت حذائي. ف يعني أنتقص أو ما أنتقصش، أنا يعني أنا بستقبل آلاف السباب يوميا من المسلمين فقط، رغم أن أنا بتكلم مثلا على الفيسبوك عندي بشكل عام في, 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 في بوستس كتيرة يعني، السباب من المسلمين فقط. وده إن عكس شيء فهو بيعكس التربية الإسلامية والأسرة في الإسلام برضو. وأنا لم أرد سب في أي يوم من الأيام، لأن أنا عارف أنا فين والناس اللي بيشتمني ده فين. فيعني طبعا التعليق اللي هو بيقوله ده غير صحيح تماما، وإنتوا أكتر ناس بتنتقصوا من الناس العقائد الأخرى، وإنتوا أكتر ناس بتسبوا العقائد الأخرى. فيعني نراجع التعليق قبل ما نكتبه يعني. بالضبط أخي عمرو، يعني هو عم بيقول ما زالت تحمل الدم العربي، وهذا أكبر كذبة في التاريخ. كل الشعوب اللي غزاها الإسلام وغزوها العرب
هم ليسوا عربا، وطبعا ينتفضون من جديد إن كان مصري ولا تونسي الأمازيغي والأكراد وكل هالشعوب هاي عم تنتفض من جديد، وراح ترجعوا العرب يرجعوا لجحرهم في مكة بكل تأكيد، وهم ما قدموا شيء للإنسانية غير الخراب والدمار. بالضبط. تفضل عم بزف، في عندك شيء تقول؟ لا أنا كنت بقول لك يعني كلامك مظبوط تمام، يعني هم لم يقدموا شيء يعني. بالضبط. في عندي من الأخ أو الأخت رضوان أظن عم بيقول: كيف تفسرون استمرار الإسلام بالرغم من همجيته، وما السبيل للقضاء عليه؟ تفضل. والله الموضوع ده كبير وشائك. الإسلام بيستمر بسبب يعني في مثل كان بيقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فهو مش سهل ان اي حد يخرج او يدرك ان الدين فيه مشكلة. القضاء عليه هيستمر طول ما احنا، او يعني هيجي طول ما احنا بنفند الايات بتاعته تفنيد بالمصادر بالايات والاحاديث، زي ما احنا بنعمل مثلا النهاردة، زي ما البرامج الاخرى بتعمل. طول ما احنا بنكشف الاسلام، طول ما احنا بنعري الاسلام، يعني هينطفي الاسلام اجلا ام عاجلا. الاديان بشكل عام هي وجودها مرهون بتطور العلم، كلما تطور العلم كلما انهار الدين. فهو انا مش شاغل نفسي بموضوع الاسلام او يعني جميع الاديان ستنتهي اجلا ام عاجلا. هنحضر احنا الكلام ده مش هنحضره، لكن على الاقل نكون ساهمنا بشكل ما في او لو جزء بسيط في انهيار هذا الدين. وزي ما انا قلت هيتطور العلم هينهار الدين. ف يعني استبشر خير يعني، والدنيا هتتحسن مستقبلا علميا، وبالتالي الدين هيسقط. بكل تأكيد عمرو، بكل تأكيد. يعني هو الزلمة السؤال تبعه كيف تفسرون، أول شيء هو جاوب بذاته يعني كيف تفسرون استمرار الإسلام بالرغم من همجيته. طبعا هو همجيته الأساس، الشيء الأساسي، الحجر الأساسي باستمراره هي الهمجية اللي موجود فيه بشكل وحشي إلى أبعد الحدود لم تشهده البشرية. يعني من هيك توحش نهائيا، وشايفين التوحش الموجود يعني حاليا من العصابات الإسلامية الموجودة. ما السبيل القضاء عليه؟ كما قال الأخ عمرو، هو العلم، العقل، وما نفعله الآن وهو الإنترنت. السيف المسلط على الإسلام هو الإنترنت، وأكيد أنا متأكد يعني الإنترنت راح يقضي على الإسلام وعلى كل الأفكار الغيبية هاي، الأفكار الخرائية هاي، يعني اللي ما جابت للإنسانية غير الدمار. خلونا بس إذا في أي تعليق تاني أشوف. على كل حال ما في تعليق تانية. طب أخ عمرو، نحن وصلنا لنهاية الحلقة، بتمنى منك تعطينا كلمة أخيرة بهالموضوع الأسرة في الإسلام، كلمة أخيرة توجهها لأصدقائنا المشاهدين والمتابعين للبرنامج، تفضل. كلمة أخيرة أولا بوجهها للأسرة المسلمة، كفاكم كذب على أطفالكم، كفاكم كذب على أطفالكم. قبل ما تدي لطفلك المعلومة تأكد منها 100%، لأن الطفل ده هو مشروع مستقبلي. إذا أنت نميته بشكل كويس هينتج بشكل كويس، لو نميته بشكل سيء هينتج بعد كده يعني تصرفات سيئة. عشان كده اللي أنا بشوفه الملحد يعني نموه بشكل سيء وأنتج شيء جيد. فاللي أنا عايز أوصله، الملحدين في العالم العربي يعني قاموا بعمل معجزة بكافة المقاييس، إن اللي هم يوصلوا للحقيقة بالشكل اللي هم فيه ويرموا الخرافات عرض الحائط، فعلا هذه هي المعجزة اللي احنا ممكن نقول القرن اللي احنا عايشين فيه. عشان ده قبل كده
انا كنت مسلم في يوم من الايام ولا افتخر، عشان دايما في مسلم وافتخر، فانا كنت مسلم ولا افتخر. واحنا ما 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 الا احنا ما الا ردت فعل على اللي انتوا عملتوه. يعني احنا انتوا لو كنتوا مسلمين من البدايه، لو اوطاننا ما كانتش انهارت بسببكم، لو كانت لو كنتوا احترمتوا المرأة، لو كانت ما انتشرش بالسيف، لو كان كل الكلام ده حصل، ما كنتوش هتلاقوا ردة الفعل بتاعتنا دي دلوقتي. اللي انا عايز اقوله يعني اتركوا لنا انسانيتنا، نترك لكم دينكم، وكفانا هراء. شكرا لكم. شكرا لك اخ عمرو. انا بصراحة يعني لا اؤيدك انه نترك لكم دينكم، لن نترك لكم دينكم، رح نهد هالدين هذا بعقلنا وبالقلم وبلساننا، ولن نترك هذا الدين، لأنه هذا الدين إجرامي، دين إرهابي، دين قذر، دين علم الأخلاق السيئة للإنسان. للأسف الشديد يعني أسوأ الأخلاق موجودة في مجتمعاتنا، من الكذب، من السرقة والنصب والاحتيال، وكله كله 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 من وراء، وهل شبق الجنسي الموجود، هل كل هالأشياء هي موجودة ورتناها من خلال هالدين هذا، ولن نسكت عنه، ولن نسكت عنه إلا حتى ينهار، وسوف ينهار، ورح نجيب الأرض بالطول بالعرض، رح نجيب الإسلام تحت الأرض. متشكر جدا يا جان، وتشكر على الأصدقاء اللي اقتطعوا جزء من وقتهم عشان يشاهدوني. أتمنى الناس كلها تكون استفادت يعني. بكل تأكيد. شكرا لك عمرو أخي، وشكرا لوقتك الطيب اللي عطيتنا إياه، وشكرا لك أصدقائي. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء. شكرا لك.